الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من أنواع الصيد الصيد بالكلب المعلم، ويعتبر الكلب أو الجارح عموما معلما إذا استرسل إذا أرسل، يعني إذا قال له اذهب ذهب، وينزجر إذا زجر، إذا صرخ عليه بطريقة يعرفها أهل الكلاب ينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل. هذا الشرط وهو الإمساك وأن لا يأكل خاص بالسباع دون الطيور الجارحة، فإن الكلب من شرطه ألا يأكل، لأنه إذا أكل فمعناه أنه أكل لنفسه واصطاد لنفسه. قال: ويسمي عليها إذا أرسلها. التسمية هنا نقول إنها من باب الشرط، لأنه إذا نسي لحديث أبي ثعلبة بطل، لا يجوز أكله، فتكون ميتة يرميها. نعم. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. نعم، هذا يدلنا على الشرطين، لا بد أن يكون، أو يدلنا أولا على جواز الصيد بالكلب المعلم والآية تدل عليه، ولا بد أن يكون معلما، وعرفنا أن المعلم ما هو. الأمر الثالث، لا بد من ذكر اسم الله عز وجل وهو شرط. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، فإن أدركته حيا فاذبح. نعم، يقول: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، أي لا يحل لك أن تأكل الصيد ما دمت قد أدركته حيا وفيه حياة مستقرة. وأما إذا كانت الحياة التي فيه حياة المذبوح فإنه لا يلزم ذبحه، والذبح هنا يكون بالتذكية، إما بالذبح أو بالعقر. نعم. وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. نعم، كونه لم يأكل منه يدل على أنه قد اصطاد لمن أرسله ولم يصطد لنفسه. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. نعم، هذا من باب قاعدة تغليب الحاضر على المبيح، لاحتمال أن يكون الكلب الثاني وصيده ليس بمباح، لأنه من الكلاب التي ليست لها صاحب أو غير، لكونها غير معلمة، قد يكون الثاني هو الذي اصطاد، فغلبنا الحاضر على المبيح. نعم. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. نعم، هذا يدلنا على أنه يجوز الصيد بالمحدد، وهو كل ما أنهر الدم، ومن المحدد هذه المسدسات وغيرها، فإن الصيد بها مباح. فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. نعم، لو أن امرأ رمى طيرا مثلا أو أرنبا ثم لم يره ووجده بعد فترة، ولم يجد في هذا الطير الذي سقط من الشجرة إلا أثر سهمه هو أو أثر رميه هو دون رمي غيره، فيجوز له أن يأكل. ولكن إن وجد أثراً آخر، كأن يجد فيه أثر حيوان قد أكل منه، فحينئذ يمنع. فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل، متفق عليه. نعم، الاحتمال أن يكون قد سقط وفيه حياة مستقرة فيكون قد مات غرقاً، وحينئذ يكون ميتةً. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، هذا الحديث حديث أوس، حديث مهم جدا في قضية الإحسان، وهو من أحاديث يعني المهمة التي بني عليه عدد من الأحكام. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه مرتبة الإحسان مرتبة عظيمة فصل العلماء فيها. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، المراد هنا بالقتلة حيث يقتل كالآدميين مثلا، ولذلك نهي عن المثلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والذبح يكون في التذكية ونحوها للحيوان. وليحد أحدكم شفرته، فيستحب أن تكون المحدد أن تكون الآلة محددة بحيث أنها تكون ماضية، بمعنى أنها تذبح بسرعة. وليرح ذبيحته، قوله وليرح ذبيحته في حديث شداد بن أوس يشمل كل سبب يكون لإراحة الذبيحة، منها حد الشفرة، ومنها الإمضاء بها وعدم التردد، ومنها عدم يعني رؤية الحيوان للشفرة عند ذبحها، وغير ذلك مما أورده العلماء، ومنها ما ذكروه أيضا من عدم كسر عنقها وعدم يعني سلخها قبل أن يبرد لحمها وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد. نعم، هذا الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظين، جاء ذكاة الجنين ذكاة أمه وهو الأكثر عند الرواه، وجاء بلفظ ذكاة الجنين ذكاة بالنصب. نبدأ بالأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه معناه أن الأمة إذا ذكيت فإن ذكاتها تكون ذكاة للولد. ومعنى ذلك إذا ذبح امرؤ شاتا فلما سلخها وجد في بطنها جنينا، نقول يجوز لك أن تأكل الجنين ولو لم يذكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، فيجوز أكله كأنه قطعة لحم من لحمها فيجوز أكله، سواء كان هذا الجنين قد أشعر أو لم يشعر. الحيوانات لما تكبر جنينها يبدأ بالشعر يخرج عليها، نقول لا فرق، أشعر الجنين أو لم يشعر ففي كلا الحالتين يجوز أكله، لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن بشروط. أهمها أن يخرج الجنين ميتا وألا يخرج حيا حياة مستقرة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون خروج الجنين بعد تذكية أمه، يعني لو خرج الجنين قبل ذكاة أمه ميتا نقول حينئذ حرم. اختلال الشرط الأول، إذا ذكيت الأم ثم خرج الجنين بأن كانت الشاة دافعا وخرج الجنين فيه حياة مستقرة ثم مات، نقول لا يباح إلا أن يذكى. إذن هذا شرطان هو أهم الشروط المتعلقة بالجنين. جاء في بعض ألفاظ الحديث، وإن كان كثير من المحدثين ضعف هذا الضبط كالقاضي عياض في الإلماع وغيره، جاء أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة الجنين برفع الجيم، ذكاة الجنين ذكاة بالنصب أمه. وهذا الذي أخذ منه بعض الفقهاء أنه لا يحل أكل الجنين إلا إذا ذكي كذكاة أمه، فقال إن النصب هنا على الحالية، فيكون ذكاة الجنين كحال ذكاة أمه. واضح الوجه اللغوي. رد على ذلك ابن مالك صاحب الألفية وقال إنما هو منصوب لحذف الخافض، إذ أصل الجملة ذكاة الجنين من ذكاة أمه أو بذكاة أمه، وإذا حذف الخافض نصب، مثل أن تقول ذهبت إلى مكة فتقول ذهبت مكة، فإذا حذف الخافض حينئذ ينصب، وهذا توجيه ابن مالك، فحينئذ يكون الضبطان في معنى واحد وهو الأولى. نعم. باب الأيمان والنذور. نعم، بدأ المصنف في ختمه لأبواب المعاملات قبل أن يتكلم عن الجنايات بذكر الأيمان والنذور، وهما متقاربان، لأن النذور قد تأخذ حكم الأيمان من حيث الكفارات في بعض مسائلها. نعم. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. نعم، اليمين عند العلماء تختلف عن الحلف، فإن الحلف كل ما كان فيه إلزام على المرء، فمن علق طلاقا أو علق عتاقا أو علق ظهارا أو آلى معلقا بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإن فعله يسمى حلفا، كما أن القسم بالله عز وجل الذي يسمى باليمين يسمى حلفا كذلك. إذن تعبير الفقهاء وهذه مهمة عندنا، يجعلون بين الحلف وبين الأيمان عموم وخصوص مطلق، فالأيمان من الحلف والحلف أشمل منه. لما قلت هذا الكلام؟ لأن كثيرا من القواعد التي ستورد معنا في باب الأيمان هي عامة في كل حلف، وسأذكرها في محلها. نبدأ باليمين. قال الشيخ لا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه. فالحلف بغير الله عز وجل بمن كان ولو كان نبيا مرسلا ولو كان صالحا لا يجوز، بل هو شرك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعجب حقيقة
عندما تقول لامرئ لا يجوز الحلف بغير الله فيقول لك بلى قال زيد وعمر، أقول لك قال الله قال رسوله تقول لي قال زيد وعمر، يقال لهذا الرجل كما قال ابن عباس توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الرسول يقول هو شرك، شرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولذلك فإن الحلف بغيره حرام بل هو شديد الحرمة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إذن الحلف لا بد أن يكون بالله عز وجل، وكل من حلف بغيره جل وعلا فإنه آثم وقد أتى إثما كبيرا ربما يكون من أكبر الكبائر، لأن أكبر الكبائر هو الشرك، فمن أكبر الكبائر الشرك الأصغر وهو الحلف بغير الله عز وجل، فهو داخل في عموم الشرك. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أسماء الله عز وجل هي المذكورة وهي توقيفية، وإن كان بعض أهل العلم لهم رأي في قضية الاشتقاق، ولكن أهل السنة أو عامة أهل السنة أن الأسماء توقيفية، هذه أسماء الله عز وجل. طبعا عطفها على اسم الله عز وجل لأن الأصل في الحلف اليمين به. قال أو صفة من صفاته جل وعلا، من صفاته سبحانه وتعالى العلم فتقول بعلم الله، من صفاته جل وعلا الكلام بكلام الله بقدرة الله بعزة الله، فكل هذه صفات الله عز وجل. أسأل سؤالا، لو أن امرأ قال والمصحف أهو حلف بالله أم بغيره جل وعلا؟ بالله. كيف يكون بالله؟ لأنه حلف بكلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته، ولذلك قال بعض أهل العلم إنه تجب عليه كفارة بكل آية من آيات القرآن، وهو قول ابن مسعود وكلامه وجيه، لكن على أصولنا تجب كفارة واحدة لأننا نرى تداخل الكفارات باليمين بتعدد الأيمان لوجود الدليل، فالمسألة فيها خلاف. لكن من حلف بالقرآن أو بالمصحف فكأنما حلف بأكثر من 6000 يمين. إذن هذا ما يتعلق باسم الله أو صفة من صفاته. قال الشيخ والحلف بغير الله شرك، والشرك أكبر الكبائر ولو كان شركا أصغر، بل إن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض أهل العلم يدخل في عدم المغفرة الشرك الأكبر والأصغر، والذي يدخل تحت المشيئة إنما هي الكبائر غير الشرك، ولذلك قال بعض أهل العلم والعلم عند الله عز وجل، وإنما قيل إن الشرك وإن كان أصغر معذب عليه صاحبه يوم القيامة إلا أن يتدارك ذلك بالتوبة. ولذلك عندما نحذر من الشرك الأصغر ليس تحذيرا من الكبائر، بل هو من أشد ما يجب التحذير منه، بل هو أشد من الكبائر عقوبة عند الله. نعم. قال لا تنعقد به اليمين فوجوده كعدم فيجب التوبة. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. نعم، اليمين إما أن تكون على أمر ماض أو على أمر مستقبل. الأمر الماضي ليصدق أو يكذب، مثل أن يقول والله لقد ذهبت، والله لقد أكلت، والله لقد نجحت، هذا أمر ماضي، أو النفي لم أفعل ذلك. والأمر المستقبل يكون لأجل الحث، لأجل الحث. إذن الماضي لأجل التصديق والتكذيب، والمستقبل لأجل الحث أو المنع، لأجل الحث أو المنع. كل يمين على أمر ماض فإنه لا كفارة فيها، إن كان صادقا فالحمد لله، إن كان ظانا الصدق فبان خلاف ذلك فكذلك، فإن عمر قال والله لقد نافق يا رسول الله، كان ظانا فبان خلاف ذلك، فنقول لا إثم عليه. إن كان كاذبا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وتسمى كما ذكر أخونا اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وكلما عظم الذنب فلا كفارة له وإنما له التوبة. اليمين التي فيها الكفارة إنما هي التي تكون للمستقبل، وغالبا ما يكون الغرض منها الحث أو المنع، وسيتكلم عنها المصنف. فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. نعم، قوله كاذبا عالما لأنه إن كان صادقا مصيبا فالحمد لله فقد بر، إن كان كاذبا غير عالم، لأن من لغة قريش أنهم يسمون المخطئ كاذبا، ولذلك عندما نقول الكاذب غير العالم، نعم
في لغة قريش نسميه المخطئ. فالمخطئ الذي يكون ظاناً شيء لا إثم عليه وإن كان غير مصيب. قال فهي اليمين الغموس التي يكون فيها عالماً كاذباً. نعم. وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن لغو اليمين. ولغو اليمين العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هي التي تأتي في عرض الحديث، كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، ففيها عقد النية وقصد اللفظ. قال وهي التي تأتي على عرض الحديث مثل قوله لا والله وبلا والله، وهذا الذي جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. قيل إن من لغو اليمين، سواء سميتها لغو يمين أو سميتها يمينا على ماض، النتيجة واحدة، فالفرق في المسألة الثانية إنما هو في التسمية. قيل إن الحلف على الماضي إذا ظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو لغو يمين، وعلى ذلك فإن لغو اليمين له صورتان، وقيل إنها صورة واحدة والثانية لا تسمى لغو يمين وإنما لا كفارة فيها. وعلى العموم الخلاف خلاف فقط في التسمية فيكون لفظيا. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. نعم، هذا يسمى الحنث في اليمين. يجوز للمرء أن يحنث وأن يحنث نفسه، بل قد يكون الأفضل له الحنث إذا كان في ذلك مصلحة. وأما إذا كان قد حلف على ترك محرم فيجب عليه الاستمرار في يمينه. إذن الحنث ليس محرما، فإن الأيمان لا تمنع من الواجبات ولا تمنع من المباحات، بل إن الأفضل أن تحنث وتحنث نفسك إذا كان فيه مصلحة. أأنت أفضل أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيح إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. بعض الناس يقول ما نبدأ داخل بيت فلان، لماذا حلفت؟ يا رجل هذا أخوك حلفت، هذا ابنك حلفت، هذا زوجك حلفت، يا رجل أنت آثم بتركك الخير واستمرارك على الامتناع، الأفضل لك أن تحنث، هذا هو الأفضل. إذن الحنث قد يكون واجب، قد يكون محرم، قد يكون مباح، وقد يكون مندوبا. نعم. وجبت عليه الكفارة. نعم، وجبت عليه الكفارة للآية التي قلناها قبل قليل، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. نعم، لقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين. فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهنا قوله أو العلماء يسمونه تخير تشهي، لأن العلماء عندهم نوعان من التخير، تخير تشه وتخير مصلحة، الولي والمضارب والوكيل تخيره تخير مصلحة. في الكفارات التخير تخير تشهي، أنت حر، لو كنت أغنى الناس يجوز لك أن تطعم أو تكسو، ولا بد فيها من العدد كما تقدم، ولا يجزي أن يعطى واحد عشر طعمات، بل لا بد أن يعطى عشرة أشخاص، ولا يلزم أن يكونوا يأكلون الطعام مباشرة، فإن المولود الصغير الذي لا يأكل الطعام يعطى أبوه وأمه مد البر أو نصف الصاع من غيره ويتملكه أبوه وأمه، وأمه إذا ما أكلكته فإنها ترضعه من ثديها، إذن لا يلزم أن يكون هو الذي يطعم. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. نعم، إذن الترتيب هنا يكون بعد التخيير ولا ينتقل للصيام إلا بعد ذلك، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، جاء في قراءة ابن مسعود متتابعات، فيجب أن تكون الأيام متتابعة. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدلنا على مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز للمرء أن يحنث في يمينه إذا رأى في ذلك مصلحة، بل قد يكون أفضل لعموم النبي صلى الله عليه وسلم لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فرأيت غيرها خيرا منها فكفر، فيكون الأفضل في حقه الحنث أحيانا. الأمر الثاني مشروعية الكفارة لقوله فكفر عن يمينك وتقدم. الأمر الثالث أن العلماء يقولون يجوز أن تقدم الكفارة على الحنث ويجوز أن تؤخر الكفارة بعده. ما معنى هذا الشيء؟
رجل حلف لا يشرب ماء ثم أراد الشرب فكفر ثم شرب، نقول يجوز. شرب ثم كفر يجوز. الدليل حديث أبي موسى: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. اللفظ الآخر في الصحيح كذلك: إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، فدلنا على جواز ذلك. القاعدة: متى يجوز تقدم الشيء على سببه؟ الأصل أنه لا يجوز تقدم الشيء على سببه إلا في حالة واحدة، إذا كان للشيء سببان فيجوز تقدمه على أحد سببيه، وهذه تطبيقاتها كثيرة، مثل الحنث. الحنث اليمين لها، الحنث له سببان: الحلف بالله والحنث، فالكفارة لها سببان: اليمين والحنث، فيجوز تقدمه على أحد سببيه. وما هو آخر السببين؟ الحنث. هل يجوز للشخص أن يكفر، يقول لأني بكرة، لأني غدا سوف أحلف؟ نقول ما يجزي، تعتبر صدقة، فلا يجوز تقديمه على مجموع سببيه. مثال آخر في الزكاة: الزكاة لها سببان: ملك النصاب وحولان الحول، وحولان الحول لا يتحقق إلا بعد ملك النصاب، فيجوز تقديمه على أحد سببيه وهو حولان الحول. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها؟ فدل على جواز تقديمها على حولان الحول، لكن لا يجوز تقديمها على ملك النصاب لأن حولان الحول لم يتحقق بعد، فيكون مجموع السببين. مثله أيضا في كفارات الحج للمحرم وهكذا. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. نعم، رواه الخمسة. هذه المسألة تسميها العلماء رحمهم الله تعالى بالاستثناء في اليمين، والاستثناء في اليمين عند المتأخرين إنما هو خاص بالأيمان دون مطلق الحلف، وأما على الرواية الثانية فإنه يشمل جميع الحلف. طيب، الاستثناء باليمين له شروط. الشرط الأول أن يكون متصلاً غير منفصل، فلو أن رجلاً قال: والله لا أفعلن كذا، ثم سكت ثم استثنى فقال إن شاء الله، فنقول لا أثر لاستثنائه. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون ناوياً الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه: والله لا آكل الطعام. لا ينهي كلمة الطعام وهو حرف الميم منها إلا وقد نوى الاستثناء، لأن بعض الناس قد يستثني، قد يحلف ثم يقول له استثني فيستثني مباشرة، نقول هذا لم ينوي الاستثناء وقت اليمين فلا عبرة باستثنائه. وذكروا أيضا شروطا أخرى لكن هذا هو أهمها. إذن المقصود عندنا أن الاستثناء مؤثر، ومعنى مؤثر أن كل من حلف يمينا ثم استثنى بالله عز وجل فإنه لا يحنث مطلقا. ما السبب؟ لأن الرجل إذا قال والله لا آكل طعام فلان إن شاء الله، معناها إلا أن يشاء الله، فيكون كلمة واحدة، فحينما يأكل من الطعام فقد شاءه الله عز وجل، فحينئذ لم يحنث لأن الجملة صارت متصلة غير منفصلة، فهي في حكم الكلام الواحد. نعم. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن تفسير جميع الحلف، ولذلك يرجع هنا في تفسير الأيمان ومطلق الحلف. فلو أن رجلا علق طلاق امرأته أو عتاق عبده أو غير ذلك مما يعلق عليه، فإن التفسير للألفاظ في الحلف سواء كان يمينا أو غيره يرجع فيه إلى هذه القواعد التي أوردها المصنف. يقول: أولا يرجع إلى نية الحالف، فالعبرة بنية الحالف، إذ المرء أعلم بما يتلفظ به. لكن هناك شرط مهم، بشرط أن يكون اللفظ قابلا لما نواه. رجل يقول: حلفت ألا أشرب الماء، قال: أنا قصدي بألا أشرب الماء ألا أركب السيارة. نقول اللفظ لا يقبله، نيتك هنا غير مؤثرة. لكن لو جاءنا رجل وقال حلف بالله هو، فقال:
بعد حلفه بالله ألا يركب سيارة، وكانت نيته سيارة بعينها أو بيوم بعينه، فنقول النية هنا مخصصة، فيرجع للنية، لأن من القواعد الأصولية تعرفونها أن النية تخصص العموم وتقيد الإطلاق كذلك. إذا قال سيارة وقصده بالسيارة مثلا التي تكون بهيئة وصف معين. نعم. ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. نعم، قال ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. إذا لم يكن للمرء نية فننظر للسبب. فمثلا قد يكون بين الرجل وبين آخر منه، فيحلف على شيء منه لأجل منه. رجل قدم لآخر طعاما وفيه منه، قال والله لا آكل الطعام. أنت قلت لا آكل الطعام، قصدك ماذا؟ لم يقل ما عندي نية، لكن ننظر للسبب، جاب لها الطعام وهو يمن عليه، قال بهذه الطريقة، تعرف كيف طريقة المنة. أو امرأة مع زوجها وقد تمن المرأة على زوجها فتعطيه الطعام بمنة، وهذا ضرب الفقهاء المثال فيه للزوجة، فتقول له كل بمنة منها، فقال والله لا أكلت الطعام. إذن الذي نرجع له هنا السبب المهيج، حيث لم تكن له نية. بناء عليه لو أخذ الطعام من هذا الرجل وباعه نقول يحنث. لما؟ لأن الكسب من المال ببيعه فيه المنة، فتحققت المنة، فيحنث ببيعه الطعام. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا الطعام إذا انتقل ملكه لشخص ثالث ثم اشتراه هو منه جاز له أكله، حيث لا منة. إذن السبب المهيج مؤثر في معرفة المقصود باليمين. فلما قال والله لا أكلت هذا الطعام، لما كان سببه المنة، قلنا إذا باعه وأخذ ثمنه حنث، وكذلك إذا بيع هذا الطعام واشتراه هو من آخر أو بذله له الآخر جاز له أكله ولا حنث. نعم. ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. نعم، قال ثم يرجع إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. والألفاظ ثلاثة، وهي الشرعية واللغوية والعرفية، هي ثلاث. وترتيبها نقدم الدلالة الشرعية، ثم نقدم بعدها الدلالة العرفية خلافا لما في الزاد، ثم الثالث نقدم اللغوية، إذ الدلالة اللغوية مؤخرة عن العرفية، فالعرفي أقوى. قد تتفق الدلالة الثلاث مثل ما قالوا في السماء، فالسماء دلالتها اللغوية والعرفية والشرعية واحدة، لكن قد تختلف مثل الصلاة، عندما يقول والله لا صليت وقال ليست لي نية ولا يوجد سبب مهيج لها، فنقول هي محمولة على الصلاة الشرعية. لو تعارضت الدلالة اللغوية والعرفية مثل اللحم، حنا عندنا في دلالة العرفية اللحم الأحمر، وأما الأبيض فلا نسميه لحما مثلا، تختلف الأعراف. فحينئذ قال والله لا أكلت لحما، ما نيتك لا نية لي، ما السبب المهيج لا سبب مهيج. ننظر للدلالة اللغة أو دلالة اللفظ، هل اللحم له مصطلح شرعي؟ لا، لكن له مصطلح لغوي ومصطلح عرفي. فاللغوي كل اللحوم، والعرفي اللحم الأحمر. وحيث قلنا إن العرفية مقدم على اللغوي، فنقول إن المراد بيمينك اللحم الأحمر، وهكذا. نعم. قال إلا في الدعاوى، لأن الدعوى تكون على نية المحلوف له وهو المدعي. إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. نعم، العلماء بعض العلماء يقول إلا الظالم فيعم الدعوى وغيرها، فإن الظالم يحرم عليه أن يحلف ليقتطع مال غيره، وحينئذ فحلف الظالم يأثم فيه، وإن ورى فإنه يكون آثما. من أمثلة ذلك قالوا لو أن رجلا قال لآخر ألك علي شيء، فبدلا من أن يقول ينفي قال والله ما عندي لك شيء، فقوله بما لم يقصد بها الماء الموصولة، الاسم الموصول، وإنما قصد بها الماء، وهو فقال ماء عندي، لم يثبت عليه التنوين لأن آخره مقصور، ما عندي شيء، فالماء عندي شيء،
هذا لو كان على وجه الظلم نقول أنت آثم وتحنث وتكون يمينا غموسا، سواء كانت أمام القاضي في الدعوة أم في غيرها. وأما إذا لم يكن فيه ظلم فيجوز. وقد جاء أن بعضا من كبار أمة الحديث نقلت، لا أدري، عند ابن الجوزي نقلها، كانوا مجتمعين في مجلس، وكان في المجلس يحيى بن معين وأحمد وغيرهم، نسيت من يكون، فطرق الباب رجل وقال أفلان موجود؟ فجاء أحد هؤلاء الأمة ورفع كفه اليسرى وأشار إليها بإصبعه الأيمن فقال ليس هنا ليس هنا، والله ليس هنا. صادق أم ليس بصادق؟ صادق، لأنه ناون أنه ليس في كفه. هذا لم يظلم به أحدا، فحينئذ لا إثم عليه ولا كفارة إن حنث، إن كانت مما تدخل فيها الحنث. نعم. النذور. نعم، بدأ المصنف بالنذور، والنذور شبيهة بالأيمان لأن فيها بعض الأحكام المشتركة. وعقد النذر مكروه. نعم. دليله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. نعم، هو مكروه على سبيل الابتداء، لكنه يكون لازما بعد ذلك في بعض الصور. وقلنا إن المكروه هنا ترتب عليه أثره لسبب، وهو أن النذر فيه معنى العباد، معنى التصرفات المالية، والتصرفات المالية وإن كان محرما فإن نتاجها مترتب مثل الإتلافات، فحينئذ قلنا إنه وإن كان مكروها إلا أنه ترتب عليه حكمه، مع أن القاعدة أن الممنوع مكروها أو محرما كان لا يترتب عليه أثره إلا في الأمور التي فيها أمور مالية فإنه يترتب. نعم. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، متفق عليه. نعم، النذور أنواع. أول النذور التي أوردها المصنف وهو ما يسمى بنذر التبرر، بمعنى أن يعقده على بر غير معلق على شيء، بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. فقد يطلق النذر وقد يعلقه على شرط بغير قصد واحد من الأمور الأربعة. مثال أول، يأتي رجل فيقول لله علي أن أصوم الأيام البيض من شهر شوال، هذا نذر مطلق، ليس مطلق، نذر تبرر مطلق عن التقييد. النوع الثاني أن يقيده، يقول لله علي نذر إن أتممت دورتنا هذه في المسجد الحرام أن أصوم الأيام البيض من شهر ذي القعدة، فنقول يلزمه ذلك، إلا أن يكون قد قصد بالتعليق واحدة من الأمور الأربعة، الحث، المنع، التصديق، التكذيب. إن لم يقصد واحدة من هذه الأمور الأربع فإنه حينئذ يلزمه ذلك ويكون واجبا عليه الوفاء. وهذا معنى قوله وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيجب عليه الوفاء، إلا إذا عجز، فإنه إذا عجز حينئذ انتقل إلى الكفارة. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، سيأتي بعد قليل. وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به. نعم، هذه ثلاثة أنواع أخرى. النذر النوع الثاني ما يسمى بنذر المباح، بأن يقول امرأ لله علي نذر أن أشرب في كل يوم كأس ماء، سواء قال لله علي نذر أو قال لله علي وسكت، فنقول إن هذا يسمى نذر المباح. ونذر المباح ليس بلازم فعله، ومن نذر هذا النذر جاز له أن يتركه، ولكن عليه كفارة يمين كأنه قال والله. النوع الثالث ما يسمى بنذر اللجاج والغضب، ونذر اللجاج والغضب هو كل ما خرج مخرج اليمين، بأن علق على شيء إما لفظا أو معنا بقصد واحد من الأمور الأربعة، وهي الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. رجل قال لله علي إن لم أفعل كذا لأصومن الدهر، قصده أن يحث نفسه، وهكذا المنع والتصديق والتكذيب، فنقول إن هذا يسمى نذر لجاج وغضب، ليس بلازم الوفاء به، وإنما يجوز لك الوفاء به، فإن لم تفي فعليك كفارة يمين. هذا النوع الثالث. النوع الرابع قال أو كان نذر معصية، فإنه لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وإنما تجب فيه الكفارة على قول، وسيأتي كلام المصنف فيه. طيب، باقي نوع ربما خامس نسيه المصنف، لم يذكره المصنف، وهو الذي يسميه العلماء بالنذر المطلق،
والنذر المطلق هو أن يأتي رجل ويقول لله علي نذر ويسكت ولا يسمي شيئا. فالنذر المطلق فيه كفارة يمين مطلقة وليس له أن يصرفه لأي من الطاعات. نعم. لم يجب الوفاء به. نعم، أي لم يجب الوفاء بكل النذور السابقة وخصوصا نذر المعصية. وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. قال وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، أي في الأمور السابقة غير النذر المعصية. وأما نذر المعصية فهل فيه كفارة أم لا؟ فيه قولان، والأقرب وهو المشهور عند المتأخرين أن فيه الكفارة ويحرم الوفاء به في المعصية. نعم، ولا يجوز الوفاء به لكن فيه الكفارة وهو المعتمد عند المتأخرين. كتاب الجنايات. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ختمه المسائل المتعلقة بالمعاقدات والمعاملات والأيمان وفيها معاقدة مع الله عز وجل، بدأ يتكلم عن الجنايات والحدود. والجنايات والحدود هي تصرفات من آدمي لآخر ترتب عليها التزام إما بقود أو بمال ونحوه، أو ترتب عليها أثر، ولا نقول التزام وإنما ترتب عليها أثر على غيره. بدأ المصنف بالجنايات لأن الجنايات متعلقة بحقوق الآدميين، والمراد بالجنايات هو التعدي على بدن الآدمي أو عضو من أعضائه أو منفعة من منافعه بما يوجب قودا أو دية. انظر، هذا التعريف مهم. الجناية فقط إذا كان اعتداء على آدمي، وهذا الاعتداء على نفسه بالقتل أو عضو من أعضائه بالإبانة أو على منفعة كإذهاب السمع والبصر، بشرط أن يكون هذا الفعل موجبا للقود وهو القصاص أو الدية، لأن بعض الأفعال لا توجب قودا ولا قصاصا مثل الضرب واللكز، فلن نسميها جناية وإنما تدخل في التعازير وستأتي. إذن الجنايات خاصة بالاعتداء على بدن الآدمي على نفسه أو ما دون النفس بما يوجب ما ذكرت لكم. بدأ المصنف يبدأ بقضية الجناية على نفس الآدمي فقال القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، القتل بغير حق، القتل نوعان، إما بحق أو بغير حق. فالقتل بحق هدر، ومعنى كونه هدرا أي لا يجب فيه لا كفارة ولا دية ولا قود. وأما القتل بغير حق فهو قتل النفس المعصومة التي لا يجوز قتلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها، يعني لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. القود أو القتل النفس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله عز وجل غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.